من يومين كده لقينا صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة جدا الشهيرة جدا جدا واللي قطر واخدة 80% من تمتلك 80% من أسهم الجارديان. الجارديان معروف زمان تاريخ يعني مش دلوقتي انها الصحيفة الرصينة اللي يعني مش ممكن تكتب خبر زي رويترز زمان برضو زمان زي البي بي سي زمان يعني كله زمان مش دلوقتي يعني من 2011 وجاي كله اتغير فاحسب من قبل 2011 زمان وقبلها بشوية برضو كانوا بيعملوا شوية اكاذيب كتير فاحسب سبعينات تمانينات حاجات كده يعني فطلعت الجارديان علينا ودايما كنت اقول لكم انا مجموعة كده الكذابين كنت بتسميهم بالاسم الجارديان بي بي سي رويترز نيويورك تايمز فوكس واشنطن بوست الحاجات دي على بعض على بعض دايما كنت اقولها لكم كده مع بعضها فقال لك احنا والله المراسل بتاعنا اللي كان في القاهره ده طلع نصاب ومزور فكرنا الواد الاراجوز الحرام اللي هربان ده يعني ايه الجارديان بتعمل كده قال لك اه والله تخيلوا اكتشفنا فجأة من 2009 لسه بيدوروا من 2009 يعني كتبوا تقارير مزورة وهيجوا الرأي العام داخليا وخارجيا وفبركة من 2009 لحد 2016 ولا 2015 ان الراجل بيكتب تقارير غلط وبيكتب اخبار غلط وبيكتب مقالات رأي غلط وبيقول معلومات كلها كذب الجارديان بتقول كده يعني ضميرهم صحي فجأة ولا ايه اللي حصل وهل ممكن تصدقهم بعد كده لا طبعا ما انا اصلا مش مصدقك يعني ان انت تبدا تعترف دلوقتي ان انت كذاب واللي بيتنشر عندك كذاب وكل اللي عندك كذب وكل اللي عندك تهيج واثار راي عام فاكرين لما طلعت في 2011 وقال لك الرئيس مبارك عنده 70 مليار دولار وطلع الاستاذ هيك الله يرحمه قال لك 70 مليار دولار الحقه عنده 70 مليار دولار وفي الاخر جهاز الكذب يستدعي الاستاذ هيكل قال لهم لا والله مش انا مصدر المعلومه وقالها الاستاذ فريد دي في شهادته في محاكمه القرن قالها بالظبط كده والله مش انا وكان وقتها المستشار عاصم الجوهري هو رئيس جهاز الكذب غير مشروع فالاستاذ هيكل الله يرحمه قال يا جماعه مش انا مصدر المعلومه ده مصدر المعلومه صحيفه الجارديان البريطانيه هي اللي قالت الكذب دي قالت الخبر الكاذب ده والهدف كان ايه وقتها 70 مليار دولار ويحسب وقتها كان بالسبعة جنيه فكل واحد قاعد يحسب قاعد على قهوة يا خدنا الثروة هاتوا الثروة دي فين يا جماعة الثروة دي 70 مليار فاتضح ده جزء من ضمن حملة الدعاية اللي ضد البلد فكان للصحيفة دي منهج كده ان انت تعمل اخبار وتضرب بقى والعالم بقى ما الجارديان بتكتب زي البي بي سي النهاردة بتقول اكاذيب عن مصر والطيارة زي السي ان ان اكاذيب عن مصر وكل ما انا بقول لك هو الرأي العام يعمل ايه يتشحن ازاي واشحن الرأي العام جوه ازاي اكاذيب اكاذيب ومين هيراجع ده احنا الصحف العريقة والاذاعات والتلفزيونات العريقة دي ما تقولش اخبار كذب دول بيقولوا الاخبار الصحيحة ودايما اقول لكم دول كذابين كذابين فاكرين رويترز طول الوقت عمال اقول عليهم وافضحهم وبيطلعوا كذابين